جنوتوكس. أهلا بكم متابعي جنوتوكس. تزامنا مع اليوم العالمي للغة العربية، وقبل أيام أو أسابيع قليلة أصدرت شركة موزيلا مشروع الصوت للجميع، والذي يهدف إلى تعليم الآلات كيفية التي ينطق بها بني البشر، وذلك من خلال جمع بيانات مختلف الأصوات لمختلف اللغات من بينها اللغة العربية. وبما أن المشروع مفتوح المصدر، فالجميع مدعو للمساهمة في هذا المشروع الواعد. للمساهمة في هذا المشروع، وهو كما مذكور هنا الصوت للجميع، كان هذا هو التعريف من شركة موزيلا، وذلك لإتاحة البيانات الصوتية للمشاريع الحرة دون أي احتكار من الشركات الكبرى. للمساهمة في هذا المشروع يكفي التسجيل في الموقع commonvoice.mozilla.org، ثم نأتي إلى المساهمة. تكون المساهمة بنوعين، إما التحدث أو الاستماع. من خلال التحدث نقوم بتفعيل الميكروفون ثم ننطق هذه الكلمات بشكل واضح وبطيء حتى تتعرف الآلة عليه بشكل واضح، أو يمكننا الاستماع إلى تسجيلات أناس آخرين ونقوم بالضغط على نعم أو لا. إن كان الصوت واضح ودقيق نضغط على نعم، إن كان الصوت غير واضح وغير مفهوم نضغط على لا. مثال على ذلك، مثلا هذه الكلمة نضغط على ابدأ. هنا الصوت غير واضح والصوت ينبع من مكان غير واضح، نضغط على لا. صوت آخر، وإذا آل البخيل إلى ما وصفنا من هذه الأخلاق المذمومة والشين. هذه جملة واضحة ومنطوقة بشكل ممتاز. نعم، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. أيضا جيد، غير واضح. لا، قال الملا الحملاني إن هذا مسافر العليم. غير واضح. لا، تعطيك خمس كلمات أو جمل، يمكنك أن تقوم بالمساهمة بخمس أخرى وهكذا. أقل شيء هو خمس كلمات أو خمس جمل. للتحدث نقوم بنقر على التحدث، تأتينا هذه الواجهة وهذه الكلمات ونقوم بقراءتها بتأني، ثم نقوم بتسجيل لجواز اتفاق دواعيهم. لجواز اتفاق دواعيهم نقوم بتفعيل الصوت أولا. لجواز اتفاق دواعيهم نقوم بالإيقاف، ويمكننا التأكد من صحة التسجيل. لجواز اتفاق دواعيهم. الجملة الثانية، ويوم القيامة يردون إلى ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أقوم بتسجيل الآن. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أقوم بالتأكد من صحة وجودة التسجيل. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. التسجيل الثالث، وأما شاره فهو استقلال الكفاية. التسجيل الرابع، في كل مكان أنظر أنها مجرد حفنة من الطرق المسدودة. تأكد من جودة الصوت. في كل مكان أنظر أنها مجرد حفنة من الطرق المسدودة. التسجيل الخامس والأخير، تجف الأرض. تجف الأرض. بعد الانتهاء من تسجيل خمسة مقاطع نقوم بالتأكد من جودتها. إن أردنا إعادة التسجيل نقوم بإعادة تسجيلها من هنا، ثم نضغط على أرسل. بهذه الطريقة سنقوم بالمساهمة في إغناء المحتوى الصوتي الحر والمفتوح المصدر. شكرا لكم، وأتمنى منكم المساهمة، وإلى اللقاء.